أما ما يتعلق بدواء هذا الوباء الذي يسمى بكورونا، فكما هو معلوم أن الناس الآن يتسابقون إلى البحث عن دواء لهذا الوباء. بعضهم يقول قد حصلنا على الدواء، وبعضهم يقول لم نحصل على الدواء بعد. المهم أن هذا التداوي يشرع، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وجاء في رواية: علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا الوباء لا شك أن له دواء، والتداوي به يشرع وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. فيشرع التداوي وأخذ الدواء لهذا المرض ولغيره. وننتبه هنا لأمر مهم جدا، وهو دواء عام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دواء لكل داء. ينبغي أن لا ننسى هذا الدواء، فإنه قد روى أمير المؤمنين في الحديث بزمانه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، وأنه قال: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام، والسام الموت. فهذا الوباء لمن لم يبلغ حالة الموت، فهذا بلا شك أن الحبة السوداء هي من الأدوية، بلا شك أنها دواء من أدوية هذا الوباء، كما أخبرنا نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيشرع التداوي بهذه الحبة السوداء، والتداوي بهذه الحبة جاء مطلقا، فكذلك يطلق. فللناس في التداوي بالحبة السوداء ساعة، فمن أراد الأكل فله ذلك، ومن أراد الشرب فله ذلك، ومن أراد أن يخلطه بأطعمة أخرى، أو أراد أن يخلطه بأشربة أخرى، أو غير ذلك مما يفعله الناس، فالأمر فيه ساعة. فالتداوي بهذه الحبة يشرع بأي طريقة كانت بإذن الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الواحد الأحد الصمد، نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء، وأن تنقل هذا الوباء عنا، وأن تصحح لنا أرضنا، وأن تشفينا، وأن تعافينا من هذا الوباء. اللهم اصرف عنا شر هذا الوباء، وعافنا واعف عنا، ونسألك اللهم أن ترحم من مات من المسلمين في هذا الوباء، وأن تعافي من أصابه هذا الوباء وهذا المرض. اللهم استجب دعاءنا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة.